السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم هاني نشوان الدوايمة أبو مالك من على البوابة الرئيسية في المنطقة الحرة الزرقاء الأردن. للتعريف بشكل ومضمون المنطقة الحرة، عتبي كبير على كل من قصر في تسويق المنطقة الحرة الزرقاء. هي منطقة اقتصادية كبيرة جداً. الساعة الآن 1:05 بعد الظهر في الأردن، في السعودية زيادة ساعة طبعا. على يساري مركز الأمني للمنطقة الحرة، وأمامي البوابة الرئيسية للزائرين في المنطقة الحرة الزرقاء. هذه هي البوابة الرئيسية للمنطقة الحرة، بوابة الدخول والتفتيش عند الخروج طبعا. هذا الشارع الرئيسي بعد بوابة الدخول، يوجد على يساري معرض العرين ما شاء الله تبارك الله، وشركة محمود القواسمي من أقدم الشركات. تحياتي للأخ سمير محمود القواسمي، وكذلك معرض الحاج إسحاق القواسمي من أقدم رجال الأعمال رحمه الله، أبناؤه وأحفاده. وهذا معرض صالح جبر رحمه الله، تحية لأخي وليد، أخي وليد الغالي. معرض العراقة الشيخ زياد نابلسي أخي أبو مجاهد ما شاء الله. طبعا الأخ أبو مجاهد نفذ فكرة جميلة ببناء معرض بطابقين ما شاء الله تبارك الله. معرض سيارات صغيرة، الأخ الحبيب الإخوان رياض وزياد نابلسي. هذه بعض السيارات المحملة إلى اليمن إن شاء الله. من نوعية الحمل نفسه نعرف إلى أين متجه. إذا كانت فولفو قديم فهي حصرا إلى اليمن. يوجد مستودعات لشركات كبرى مثل الجنرالات الأردنية، المؤسسة العصرية للمعدات الإنشائية، مستودعات لشركات كبرى محلية وعالمية. هذا أخي الحبيب محمود الخشاشنة ما شاء الله. هذه شركة توفيق غرغور وأولاده، وكيل مرسيدس في الأردن، له مستودعات ومعرض داخل المنطقة الحرة. على يساري أخي الحبيب أبو عناد أحمد النابلسي، وأمامي مباشرة البستنجي للسيارات. أوجه تحية للعم الكبير وأولاده آل البستنجي جميعا. والبستنجي يعمل في مجال الشاحنات والسيارات الجديدة في داخل المنطقة الحرة للتصدير، وداخل عمان كذلك معرضه من أكبر المعارض ما شاء الله. أكمل جولتي في الشارع الشمالي الفرعي من جانب البستنجي. شركات سيارات كثيرة،
إخواني وأحبتي، معرض أبو راشد لتجارة الشاحنات من أقدم التجار ما شاء الله تبارك الله. باجس وإبراهيم أبو راشد، أوجه تحية لهم. من الحبيبة سوريا عند هذا المفترق مجمع السيارات الإيطالية، أخي الحبيب أبو حسان وزهير عرفات، ومن هذا الشارع الفرعي أخي وصديقي مازن زقزق، والحبيب أبو عمر حوة. أستأذنهم لكم الجولة. يا أبو بكري يسعد مساك. الحبيب أبو بكري، هذا أحد الشوارع الجديدة. إخواني آل الجيطان، محمود الجيطان أبو ليث والده من أوائل تجار الشاحنات في المنطقة الحرة، العم أبو هيثم الجيطان. ما شاء الله. معرض الرياض العم لطفي أبو خضرة أبو محمد من قدامة تجار الشاحنات. من تجار الأليات والمعدات الثقيلة المعروفين مصطفى أبو صافية ما شاء الله. أرابيسك، هذا معرض الأخ العزيز الراتان، ثم معرض الإخوان من آل سمارة أبناء العم أبو حازم، معرض سمارة للشاحنات من قدام التجار المعروفين. طبعا لا يكفيني لتغطية المنطقة الحرة أيام، طبعا أحاول قدر الإمكان أن أعطي فكرة عن المنطقة الحرة لمن لا يعرفها. كثير من الإخوة خاصة متصلين سألوني عن شكل المنطقة الحرة، بعضهم لا يعرف عنها شيء ويسمع بعض الأقاويل المغرضة. أحمد أبو عايد راح يزعل مني طبعا. أرجع إلى معرض أبو عايد. السلام عليكم.
هلا تقول ابو مالك ما جاء. بكمل جولة بس وبرجع لك. اكمل جولة بس مباشر وارجع لك. في لي قهوة، في لي قهوة عندك. ما شاء الله. خالد رحمون ابو ادهم. يسعد مساك. العم ابو زيد. من العراق الحبيبة. الله يسعد مساك ابو زيد. ليست جولة تسويقية اخي العزيز. ليست جولة تسويقية بل تعريفية. يا كثر الحديد. فولفو، مرسيدس، من؟ يا كثر الحديد. قلت مسبقا في الجولة السابقة عن مستثمري المنطقة الحرة، وصوبني أحد الأخوة أنه أكثر من 6000 مستثمر في المنطقة الحرة الزرقاء. ما يهمني ويخصني وأنقل لكم هو قطاع الشاحنات. هذا يميني ويساري العم أبو حمزة تيمور، ما شاء الله، من قدامى مستثمرين وتجار المنطقة الحرة. منصور تيمور، الله يسعد مساك أبو حمزة وابن أبو حمزة، حمزة الغالي. هذا معرض البسطي، ما شاء الله، البسطي من قدامى تجار الشاحنات في المنطقة الحرة. تحياتي لأخواننا البسطي جميعا. على يميني معرض العم أبو خلدون الدرايسة. مساك الله بالخير يا فراس. وهذا معرض العم أبو صايل أكاسيا. كل احترام والتقدير للعم أبو صايل وأبناء صايل ونائل، ما شاء الله. الشافعي. سلام يا رامي. الله يزيد فضلك. سلم عم ابو نواف. هذا معرض السهلي ابو طارق. أبعث تحية خاصة إلى أخي ياسر السهلي. هذا الشارع يعتبر أقدم شارع فيه تجارة الشاحنات. مررنا على معرض مسافي أول أمس، الأخ محمود أبو صقر الله يسعد مساك، والعم أبو مروان. هذه البرادات تابعة
لمعرض البركة سعيد البشابشي ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله من أقدم تجار الشاحنات ومتخصص في التبريد. قاسم سمارة عيسى الله يسعد مساك، هذا معرضهم ما شاء الله تبارك الله. عمرو الأرقيلة يا عيسى في الوسط، أبو الشريخ وزياد أبو حشيش ما شاء الله. عتب علينا ابن العم أول أمس، كسرات آليات ومعدات ثقيلة بثلاث فروع ما شاء الله، أبو حشيش وأبو شريخ. معرض البركة العم أبو محمد سعيد البشابشي وأولاده ما شاء الله من أكبر وأقدم وأشهر تجار الشاحنات متخصصين في التبريد ما شاء الله. يحتاج مني يوم كامل ما شاء الله معرض البركة لوحده سعيد البشابشي. يا سعد لا تقول ما جيتها. الله يزيد فضلك. أبو محمد ما شاء الله البركة سعيد البشابشي أبو محمد وأولاده. لا أريد أن أطيل عليكم، ما شاء الله هذا أحد فروع شركة حسن صافي، مؤسسة حسن صافي رحم الله حسن صافي وأطال الله في عمر أولاده ماجد ومحمد. هذا أحد المستودعات، معرض كبير جدا للآليات والمعدات الثقيلة. كنا في بث مباشر من معرض النور قبل يومين بجانب معرض فراس العزايز الحبيب أبو محمد، ثم على يميني عبد القادر الخزعلي وطلال معرض الخزعلي. هذا يا خال يزن اعتبت علي، هاي معرض الأول المستودع وهي المعرض الرئيسي لأبو شريخ وأبو حشيش. اللي يدور D9 R هذا هو عند أبو شريخ وأبو حشيش ما شاء الله. معرض فارس الجبال، فارس الجبالي العم أبو شاكر. السلام عليكم، كيف الحال؟ في بث مباشر احنا، معلش اجت بالوجه. شو اخبارك؟ كيف امورك؟ كيف الاوضاع؟ ان شاء الله تمام، الله يعطيك الصحة والعافية. بدنا نزوركم ان شاء الله في المعرض. السلام عليكم ورحمة الله. هنا أبو حسن ماجد صاف كل المحبة. استكمال الجولة هذا مع أبو شريف ثم معرض شريف، وعلى يميني خالد الطريني أبو زيد، وننتهي عند العم أبو ماجد الشيخ أبو ماجد فياض الجبالي ما شاء الله تبارك الله. المنطقة الحرة الزرقاء في الأردن، تحياتي للجميع، أعتذر إن أطلت بعض الشيء، كان الجو عارفي، وأعدك بجولة إن شاء الله في القادمة. أخوكم أبو الهاني نشوان الدوائم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.